واحدة بس أول واحدة ما كانت جيدة، بس هي اللي بدي جيدة أكثر. طيب هلأ صرنا بهي الصورة اسمها ستيل لايف وهيك يعني، وبيحب ولونه المفضل هو اللون الأصفر وهيك. هلأ انتقلنا بصورة رسام تاني، وهذا الرسام اسمه هندي ماتيس، وهندي ماتيس بيحب بيقص والتفاصيل تبعه يعني اسمه الحلزون، بس ما عم تشوفوا هي حلزون يعني، بس هي حلزون بس انا كمان ما عم شوف هي الحلزون وهيك يعني، سوينا اطار هون. هلا هي الرسمة بأسلوبي وأسلوب ماتيس، وين ماتيس قلت لكم بيحب بيقصص، وهي اسمها رسمة المقاليب. هون في شجر مقلوبة، هون في بيت مقلوب، هون في تشير مقلوب، هون في ميل بوكس مقلوب، هون في تيب مقلوب، وهدول بيحب يقصص. هاي رسمة ها وصلنا رسام جديد واسمه بيكاسو، وهي الرسمة اسمها المرة الجالسة. هاي صرنا بألوان جدار ما بعرف ليش انت هذا، وهيك في ألوان كتير هي هيك، وهذا ما لازم يكون التشير، هذا الأحمر الكرسي وجه بوجه تاني هاي رسمة بيكاسو بس بأسلوبي بأسلوب بيكاسو، هذا الرسم اسمه الورد اللي لدي وجهان، لون لون هيك تعطي لون هيك. هاي رسمة من جاكسون بول، وهو سسم يعني هيك معلقة كاسة كل شي سسم، وهي خضرة يعني حطينا هيك لاينز هيك، وهون في شوية صفار وهون هيك. هي يعني سوينا هاج راس يعني بودي، بس من بولوك، هي رسمة الألمان فيها لون الأخضر، كترنا من لون الأخضر هيك، في أبيض هيكي. هاي رسمة رسمة هي كليمت، وهي شجرة الحياة، ولون المفضل هي جولدن هيك جولد، وهي الرسمة شجرة الحياة وهيك. سويناها دول على كل الرسمة، سوينا هون هيك ماونتن وهذا هيك، هون شجرة الحياة. الرسام ما راح اقول نفس هيك بنت الرسام طبعا، وبيحب بيسوي تفاصيل تفاصيل، وهي الرسمة اسمها نسيت. هاي رسم من جورج ياكو اوكيف، هي رسامة مو رسام، وهي تحب ترسم الحياة الأزهار بس تقرب وهيك. هاي فلاور سويناها، وآخر رسمة هنا هاي كمان عن جوليا أوكي، وكما ما قلت لكم هي تقرب 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 تقرب